بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، يقول الحق سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الملائكة وقرينه من الجن. قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياي، إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم. وهنا إشارة واضحة ومهمة حول وجود القرين، وهو من أنواع الجن، وهو يكون مرافق للإنسان منذ ولادته. فسحر القرناء هو أعتى أنواع السحر، ولكن فك سحر القرين هو أصعب ما يكون، لأنه يكون عن طريق ساحر عات في الإجرام والكفر، فهو سحر مركب ومزدوج، لأن الساحر يقوم بسحر الإنسي وسحر قرينه أيضا. والقرين لا يستطيع أحد إحراقه، لأنه من المنظرين وهو لا يموت بموت الإنسان. غالبا ما يحمل سحر القرين طلاسم سحرية للعشق والزنا والاعتداءات الجنسية. وينبغي لعلاج الإنسان المصاب بالقرين أن يفك سحر القرين أولا، ثم فك سحر الإنسي، وطرد كل التوابع الموكلة بالقرين حتى لا تجبره على إيذاء صاحبه. وأساس عمل القرين هو الوسوسة والشك والظن وتزيين الباطل للإنسان، إضافة إلى التعاون مع السحرة وشياطينهم في حالة الحاجة إليه. والقرين ذكي جدا، ويعرف متى يتمرد، وعندما تكون بعيدا عن طاعة الله فإنك توفر الفرصة القوية لهذا القرين كي ينشط ويعمل على أذيتك، فأنت تفتح الطريق للقرين كي يهاجمك. فإذا مررت بأزمة عاطفية قوية وسببت لك الحزن والتعب، فهنا ينشط القرين ويتمكن من جسدك. ومن أسباب سحر القرين أيضا الطلاق والمشاكل العائلية، فهنا سيسيطر القرين على المصاب مباشرة، لأن حالة الحزن مترافقة هنا مع الكراهية والانتقام من الطرف الآخر. والعصبية الزائدة تتسبب في ضعف جسدك فيتمكن منك القرين. والبكاء والصراخ والعويل، خاصة عند موت أحد الأقارب، من أهم نقاط الضعف التي تسمح للقرين بالهجوم عليك. والفشل والرسوب في الامتحان من أهم أسباب تسلط القرين، لأن هذه الحالة تكون مترافقة مع الحزن والتفكير بطريقة سوداوية. ولو كنت مؤمنا ومتمسكا بالطاعات والعبادات فأنت تضيق الفرصة على القرين كي يهاجمك، وسيكون ضعيفا في هجومه عليك. فعندما تكون قريبا من الله فإنك ستؤمن بقضاء الله وقدره، وأنك معرض للبلاء في أي وقت، فهنا أنت تملك درع وقائي من القرين، ولن يستطيع الهجوم عليك، لأنك تتحصن بالإيمان. ولإبطال سحر القرين عليك بما يلي: قبل النوم كل يوم اقرأ سورة الصافات مرة واحدة، وآية الكرسي 7 مرات، والمعوذتين 3 مرات، ثم امسح وجهك وصدرك وتوجه للنوم ولا تكلم أحد. هنا لو كنت مصاب بسحر القرين سيبدأ القرين بالتألم والظهور لك في أحلامك على شكل كوابيس، فلا تهتم وواصل القراءة كما ذكرت يوميا ولمدة 7 أيام. وفي نفس هذه الأيام 7 عليك في الصباح أن تحضر كوبا من الماء وتقرأ عليه سورة الفاتحة 3 مرات، وآية الكرسي 3 مرات، وتشرب من الكوب على الريق، وتستمر على فعل ذلك خلال الأيام 7، وهي كافية لفك سحر القرين نهائيا وبدون رجعة بإذن الله تعالى. واحذر لأمر مهم جدا،
أنه بعد الانتهاء من علاج سحر القرين عليك أن تواظب على رقية نفسك مرة واحدة يوميا، لأن القرين ليس غبي، فهو ينتظر ضعفك ليهاجمك مرة أخرى، وبهذه الرقية فأنت تغلق الباب أمام القرين من أن يهاجمك مرة أخرى، وسيبقى جسدك منيعا أمام القرين وأمام كل أنواع السحر والحسد والمس بإذن الله تعالى. وطريقة الرقية لنفسك مكتوبة في صندوق الوصف. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عورتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم انفعني وإياكم بما قدمت، اللهم اجعل عملي هذا من العلم الذي ينتفع به بعد مماتي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.